هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. بداية معسكر الوداد بالسعيدية. انطلق فريق الوداد الرياضي في تحضيراته للموسم الكروي المقبل الذي سيسعى خلاله الفريق الأحمر إلى الظفر بالألقاب التي ينافس عليها. وبدأ فريق الوداد الرياضي تحت إشراف مدربه الجديد وليد الركراكي استعداده بمعسكر تدريبي بمدينة سعيدية اليوم السبت، حيث حل الفريق الأحمر يومه الجمعة بمدينة وجدة على متن طائرة جوية قادمة من مدينة الدار البيضاء قبل انتقاله لمدينة السعيدية. يشار إلى أن الوداد الرياضي بطل المغرب سيسعى تحت قيادة وليد الركراكي في الموسم المقبل للحفاظ على لقب البطولة الاحترافية التي توج بها الموسم الماضي، إضافة لرغبته في التتويج بدور أبطال إفريقيا وكأس العرش. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.